بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله واحد الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله واحد الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد. من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. لا إله إلا الله والله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس يوسوس في صدور الناس من الفتنة والناس. لا إله إلا الله والله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الله وملائكته يصلون
يصلون على النبي. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد في الآخرين،
اللهم صل وسلم على سيدنا محمد في النبيين، اللهم صل وسلم على سيدنا محمد في المرسلين، اللهم صل وسلم على سيدنا محمد حتى تلف الارض ومن عليها، وانت خير الوارثين. اللهم اجعلنا يا مولانا لآلائك ذاكرين ولنعمائك شاكرين وعلى قضائك وولائك وقدرك من الصابرين، من الحلال مرزوقين وعن الحرام معصومين، وفي الجنان منعمين وعن النيران مباحين، والى وجهك وجنبيك يا مولانا يا رب لا غنين متمتعين. ردنا اللهم اليك مردا جميلا، ردنا اللهم اليك مردا جميلا، ردنا اللهم اليك مردا جميلا، ولا تجعل اللهم الشيطان علينا في سائر الحالات، ولا عند الممات، ولا قبله ولا بعده كيده ولا سبيلا. وثب اللهم على قراءتنا هذه وغيرها ثوابا جزيلا واجرا منك عظيما، وتقبل منا بفضلك وكرمك قبولا حسنا جميلا جليلا. اجعل اللهم يا مولانا ثوابا ما قرانا وكبرنا وأدلنا زياده في شرف النبي الاكرم صلى الله عليه وسلم، ثم الى ارواح ابائي واخواني من الانبياء والمرسلين صلوات الله وسلامه عليه وعليهم اجمعين، وعلى ال كل والصحابه والقرابه والتابعين والتابع التابعين والتابع المسالين الى يوم الدين، ثم الى ارواح من اجتمعناهنا بسببهم وختمنا القران العظيم من اجل وجهات من انت اعلم بهم وباسمائهم وعلي عنا الى سبعين من المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات. اللهم اغفر لهم وارحمهم وسكنوا في الجنه، اللهم اغفر لهم وارحمهم وسكنوا في الجنه، اللهم اغفر لهم وارحمهم وسكنوا في الجنه، وتجاوز عن سيئاتهم واحشرهم مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، وحسن اولئك رفيقا ذلك الحق من الله. اللهم لا تدع لنا في مقامنا لا ذنب الا غفرته، ولا هما الا فرجته، ولا دينا الا قضيته، ولا ميتا الا رحمته، ولا مريضا الا شفيته وعافيته، ولا ولدا الا اصلحته، ولا طالبا الا اعنته، ولا علما الا خذلته، ولا دعاء الا استجبته، ولا حاجه من حوائج الدنيا الا لك رضا ولنا فيها صلاح الا قضيتها ويسرتها برحمتك يا ارحم الراحمين. اللهم انا نسالك عيشة نقية وميتة سوية وردا غير مخزي ولا فاقع، ونسالك هذا باسرار سورة الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، اياك نعبد واياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين انعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. قال الله تعالى: ان الله اللهم صل على سيدنا محمد